كيف استطاع الباحثان فك نوائل هذا العمل؟ وما هي التقنيات التي اتكأ عليها الكاتب لبناء وتشييد عمله الروائي؟ ذلك ما ستتعرف عليه من خلال باحثان ناقدان جاءنا من عدوتين الاقليم من القصر الكبير. ونرحب بهذه المناسبه بالاستاذ عبد السلام دخان ومن العلانية الشديد الأستاذ سليمان الطالي. حتى بس المصحفتوش على السعر جدًا وضيفون الثاني مرحب به مدينة العلانية. مرحبا بك السلام عليكم عبد السلام دخان. عبد السلام دخان هو أستاذ باحث في الآداب، له العديد من المؤلفات والمقالات النقدية في مجلات محكمة، يدرس في ماستر أدب النسائي بتطوان، شارك في العديد من المؤتمرات، وهو الأديب والباحث والناقد السينمائي والشاعر أيضا. رحبوا معي الأستاذ عبد السلام دخان.